أسماء القيوم الحسنى أجمل في اللفظ وفي المعنى، هي أجمل أسماء الدنيا والأعلى معنى أو مبنى. فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامجكم أسماء الله الحسنى، أسماء ربي عز وجل وهو القائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أحبابي، أسماء ربي والله عز وجل هو الذي سمى نفسه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اسم من أسماء الله ربما لا أعرفه، لهذا فإنني اجتهدت مع حضراتكم في هذا البرنامج أن أحصي معكم أسماء الله عز وجل، إنه تناول جديد في غاية الاختصار والتركيز على المعنيين اللذين أمرنا بهما في الكتاب والسنة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من أحصاها دخل الجنة، لأن معرفة الله هي الجنة. يأتيكم في هذه الأوقات